مش وزعوكم عليكم المطويات. بعد قليل مش ينطلق الفروسية التقليدية وعروض الفروسية التقليدية. المونجي كرعود ناشط في المهرجان المغاربي الفروسي بوعجل ومنظم للفروسية الحال. اليوم نشوفوا الطبق الرئيسي وهو أول نهار بالافتتاح المهرجان المغاربي الفروسية، وينطلق بإذن الله بلوحة فنية رائعة إن شاء الله مختلفة الأنواع. عندنا من قبلي، عندنا من دوز، عندنا المهاري اللي هي جمال تدخل أول مرة لبوحاجة، أول مرة لوسط تونس. دائما هذه خاصية الجنوب. اليوم جبناهم لمهرجان فروسية بوحاجة، حبينا نمتعوا جمهورنا بالرؤية الجديدة بالضيف الجديد. عندنا جحفة بطبيعة الحال، ثم كذلك عندنا الفروسية قيروان بطبيعة الحال، عندنا ثم فرسان ولاية سيدي بوزيد، ثم عندنا من مختلف حتى من خارج تونس ولا أكيد عندنا من خارج تونس. للأسف كان الفرسان ممثلين مش يكونوا حاضرين مع واقف معنا في المعبر ما نجموش يجوا، ولكن الفرسان بدون خيولهم جو حاضروا معنا وهم حاضرين في المنصة، مثلوا بلادهم وحاضرين في المعبر. اليوم الطبق الرئيسي مش يكون هو سارج جلاس بحلة جديدة وبنوع جديد، ومش تبرعوا عليه شبان جدد. هو عندهم غرام في مسألة اللعب على الخيول، وهي لعب الفروسية، وان شاء الله ربي يوفقهم والناجح موهوب فيهم يتوج اليوم بسرج جلاس. الدورة هذه تتميز بوقوفنا بوحدتنا مع اخواننا الفلسطينيين في غزة، وشعارنا شعار جذاب هو انا وقوفنا، وخاصة في المحنة اللي يوقفوا فيها بعد استشهاد رئيس الحزب السياسي لحماس. نحن اليوم ما نسيناش اخواننا في غزة، علم فلسطين يرفرفوا، ونحن بطبيعة الحال مش نعملوا دقيق صمت لاخواننا الفلسطينيين باش يعني بمعنى ان رانا ما نسيناكمش، راكم في القلب، وانتم من معنى البوصله اللي تتوجنا واللي خلينا دائما تكونوا في قلوبنا باذن الله. احمد ليحى رئيس الجمعيه الثقافيه الفولكلوريه الجزائريه من ولايه غرديب الجنوب الجزائري. جئنا للمره الثالثه على التوالي للمشاركه في المهرجان المغاربي في مدينه بوحاجة المضيافة. حقيقه كل دوره نجد فيها اكثر تنظيم، وهذه الدوره ان شاء الله تكون مغاربيه محضر ان شاء الله. هاي مش ورينا تو الفرص نتاعك جاهزين نتاعك. هاي الوقت كذلك عدد من العروض يخلوكم مع الفنون. اكيد اجواء ممتازه في المهرجان المغاربي للفروسيه في دورته 29. تتواصل العروض